السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اخوتي اخواتي، اليوم تنقترح عليكم من احسن العروض العقارية اللي كنا قدمنا لكم هذه قبل واحد تقريبا واحد الشهر. فمجموعة تاع الاتصالات اللي كانوا على هذا الموديل هذا ولا على هذه الشقة هذه بالضبط، لان كان الجواب نتاعنا انه غير متوفر عقار اللي كان تم البيع نتاعو. فحاليا بالنسبة لهذه الشقة رجعت في البيع. هاد الشقة تتواجد لينا في الطابق الأول في عمارة اللي تتوفر على الأسانسور وعلى الكراج بالنسبة للسيارة. المساحة الإجمالية تاع هاد العقار 65 متر. شقة اللي تتواجد في الطابق الأول تتكون لنا من الصالون اللي حنا تنتواجدو فيه حاليا، جوج نتاع الغرف نتاع النوم، الغرفة الرئيسية فيها البلاكار وفيها الحمام الخاص نتاع هاد الغرفة، مطبخ بلي بلاكار ام دي اف الفوق والتحت، وبالإضافة أن هاد المطبخ تيتوفر لنا على بالكون، وعندنا واحد الكليسة صغيرة صالا مونجي، وعندنا حمام مشترك. الثمن تاع هاد الشقة ثمن جد مشجع وجد ممتاز، 31.5 مليون ممكن أن تكون شيئا من المناقشة. أي استفسار ولا أي معلومات فقط يكفيكم أنكم تتصلوا بنا باش إن شاء الله ننتقلوا معكم لأي مكان ونجلسوا مع صاحب هاد العقار بالنسبة للتفاهم ولا المناقشة في الثمن. فكما لاحظنا ملي دخلنا مع الباب نتاع الفصيل لقينا الصالون، من بعد غادي نلقاو المطبخ اللي هو هذا. بالنسبه للريدوات والسراجم راه كاملين الكتريك، تيهبطو تيطلعو بالضو. المطبخ عندنا هو هذا كما تنشوفو، تبارك الله راه المساحه نتاعو كبيره، بالاضافه انه تيتوفر لنا على واحد البالكون. واخا المساحه نتاعو صغيره الا انه غادي يهزنا مثلا البلاصه نتاع الماكينه نتاع الصابون مثلا والشوفو، ولا الا كان شي مشير اللي هو خفيف ممكن الانسان انه يستعن بهاد بتي بالكو. بالنسبه للحي الاشغال كامله تسالت فيه، حي اللي تبارك الله بالنسبه للتشييد نتاع العمره نتاعو انه كامل مبني. بالنسبه للموقع فحنا تنتواجدو في حي كاميليا بيلير بالضبط من القرب من المحطه نتاع الطاكسيات. بالنسبه لهذا الحي نتاع كاميليا جميع المرافق متوفره فيه بحال المدرسه الاعداديه، وسائل نتاع النقل، المحلات نتاع البقاله، الخضار، كل شيء ما تحتاجش انك تخرج من هذه الحومه هذه. وخاصه انه جاي بحال اللي قلتي هو القلب النابض نتاع مكناس، كل شيء قريب. بغيتي تمشي للمراكز التجاريه الكبرى بحال مرجان قريب ليك، بغيتي تمشي الوسط المدينة فهو حتى هو راه قريب. رجعوا للوصف نتاع هاد العقار هذا من قبل. تنشكر الناس اللي مشاركين في هاد القناة هذه، تيخليو لنا آراء وتعليقات اللي هي محفزة، وحتى بالنسبة للناس اللي أول مرة يكتشفوا هاد العقار هذا ولا هاد القناة هذه فمرحبا بهم، مرحبا بهم ينضموا للعائلة نتاع إبراهيم العقارات، باش ان شاء الله نحاولوا اننا نقدموا لكم كل ما يهم وكل ما يخص العقار في المدينه نتاع مكناس. ما تنساوناش وما تبخلوش علينا باعجاب بتعليق محفز باش نستمروا في المزيد. هذه الغرفه اللي نسميوها الغرفه رقم واحد كما تنشوفوا تبارك الله مساحه كبيره بالنسبه للارضيه نتاعها فوق باركي، وغرفه اللي تتوفر لنا على حمام خاص في هذه الغرفه هذه. ثمن راه اقتصادي، ثمن جد مناسب وجد مشجع، من العروض ولا من الشقق اللي ما ديش دوم واحد المده اللي هي طويله بالنسبه للاجل نتاع البيع نتاعها، لان عقار اللي هو مطلوب، وخاصه انه تيشهد واحد الانخفاض اللي هو كبير مقارنه مع الشقق اللي تتنافسها في المساحه او في الموقع، ما تلقاوش قل من الثمن تاع 36 مليون. هذه الغرفة التي نسميوها الغرفة رقم جوج، حتى هي وكذلك تبارك الله مساحة كبيرة. إذا العقار نتاع اليوم عقار ممتاز، صالون، جوج نتاع الغرف، مطبخ بالبالكون، وحمام مشترك وحمام خاص بالغرفة نتاع النوم. كان العقار نتاع اليوم هو هذا، وصلنا للنهاية نتاعو. ما تنسوناش بالدعوات. كان معكم أخوكم إبراهيم، دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.